مدينة جدي. لما قرب موكب أهل البيت عليهم السلام من المدينة، توجهت السيدة زينب عليها السلام نحو المدينة وقالت: أيا مدينة جدي، فأين يومنا الذي قد خرجنا منك بالفرح والمسرة والجمع والجماعة، ولكن رجعنا إليك بالأحزان والآلام من حوادث الزمان والأيام. فقدنا الرجال وآل أمرنا إلى الشتات، ودخل الزمان علينا وفرق بيننا الزمان مفرق الأحباب. ثم التفتت إلى روضة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: يا جداه، أنا ناعية إليك من بناتك وبنيك.